الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سلورم ده إيمان ده أركانونا غفا پیغمبران ورسولان ما ده إيمان ده. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. فده ما ده زمون إيمان ده شاقي بندگان ده عبادتي نكيه وپیغمبران ده تكذيب نكيه. وأن الله أرسلهم. الله رب العالمين لي قلدي وأوحى إليهم وحي وارتكرده وأيدهم بالآيات أو معجزات ماني مزبوط كردي أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى هذا أمانتي بورا شكل باندي أدا كرده كم الله رب العالمين واركده نصح الأمة أكمل نصح للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مكمل طور باندي أمتي كم دي نصيحة كرده نعم وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغي الله رب العالمين وتيسشي حكم كرده تبليغ غير طول خلقه ترى سولدي وبذلوا غاية جهده وأنواع الجهاد جميع أنواع الجهاد أتوا بها أو مختلف تسنغا أخيري حد بوري خبل كوششونا كري دي مختلف جهادونا كري دي دا بارج داغ دعوة خلقو تا أورسي نؤمن بهم إيمان في رولو وبما علمنا الله من أسمائهم أو هر هغاك الله رب العالمين دي نمونا راخو دي وصفاتهم وصفاته باندي والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها أو هغا آيات ومعجزات الله رب العالمين دي ورباندي مزبوط كري دي والأخبار التي جات عنهم أو هذا خبرونا شد أغيب أراكي راغلي دي أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام دطولنا أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام دي وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام أول رسولاننا نوح عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو خاتم الأنبياء أخيري بيغمبر أغا جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر هر هغه سوق چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د مرګ نه بعد د نبوت دعوه وکي والله هغه دروغجن دی او کافر دی ومن يصدق هذا فهو كافر مثله والله اعلم او سوق چې هغه تصدیق کوي هغه د هغه پرنګ کافر دی الله اعلم